اسمعوا هكمل بقى الفيديو عشان ما اسمعش حصل حاجه. طب اكمل الفيديو اهي. بص ايه هو كده بتخش الازاز. بص بص ده عيل جامد عيل جامد قوي. بس ما دي أزمة أزمة حتى في الفيديو كله يا عزيز. بص انا طالع من الهواء. بص نهار ابيض والله العظيم يعني. بس انا عارف اللعب ده لسه عايش ازاي. بس نهار ابيض الحاجة دي بس واقعة تاني ازاي يا ابو كده يعني ايه ده؟ كان جنب ايه طيب؟
بأمه إيه؟ خلاص أنا في لعبة كتير بتبهدل يعني، مش عارف هو ذنب أمه، ذنب أمه إيه عشان اللي هو تعالى ساب واحد عمل ده؟ مش عارف ذنب أمه إيه؟ هنقعد كده يا رب، هنقعد كده أحاول أحاول أقعد هناك. بص عايش، بص كمان يا ولا يا فشيخ يا جبار يا ابن الجبار يا ابن الجبروت، نهار أبيض ده هي كلها جري جبت ورا ورا كل إيه. مش ما بسعف لأي بطراء يعني حقا يا أبيض يا جميل فتر يا نهار اسود مش يا نهار ابيض، بس باخد كل ده ودخلهاش باسكت يعني غبي. مش بيوت ده بورا دي كان 1992 بالظبط يا جماعة. يا نهار ابيض صاحب البتاع معاه ده ابن الامبرانش، ده يا اخي يا ابن الامبرانش يا ابن الامبرانش يا جامد يا ابن الفاجر. نهار ابيض وكل ايه ده الهرابة فيديو طويل يا جماعة، طويل كذا لعيب ناس كاف كم لعيب 8 10 يا الهرابة يا رب فشيخ يا ابن الوبرات. طيب يا جماعة متنسوش بقى يا جماعة تعملوا قناة، تعملوا سبسكرايب لقناتي، تعملوا سبسكرايب لقناتي، مش تنسوا معايا تعملوا سبسكرايب لقناتي وتعملوا لايك لو عايزين، تعملوا سبسكرايب ولايك، ولو عجبكم لو عجبكم الفيديو اعملوا في كومنت، لو عجبكوش تعملوش، بس تعملوا اهم حاجة تعملوا سبسكرايب عشان فعلا انت يعني تعبت في الفيديو ده اول ما اعرف اعمله. ومع السلامة.